وقت الهزار انتهى، ومصر عندها الطرق اللي تحافظ بيها على حصتها المائية. خبير مصري كشف سر سقوط مصر طول الفترة اللي فاتت وتحذيرتها ان المياه خط احمر ما كانتش مجرد تصريحات والسلام. يا ترى ايه اللي مصر هتعمله مع اثيوبيا، وازاي هتحمي حقوق المصريين في مياه النيل؟ كل ده واكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. صحيح ان مصر اوقفت مفاوضات سد النهضة، لكن ده حصل بعد اكتر من 13 سنة من المفاوضات المتتالية، وخلاص القاهرة اتأكدت من عدم صدق النوايا الاثيوبية لحل الازمة، وان المفاوضات كانت غطاء شرعي مش اكتر عشان تكتسب وقت وتحط مصر قدام الامر الواقع. لكن اللي الاثيوبيين ما عملوش حسابه هو ان مصر عندها طرق تانية كتير تقدر بيها تهد اللي بنوه وتحافظ على مقدرتها المائية. الدكتور نادر نور الدين، استاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، كشف عن تحرك مصري سبب قلق كبير لأثيوبيا، واللي بيعتبر أحرجها قدام المجتمع الدولي، وقال إنه تم إرسال رسائل إلى أثيوبيا عن طريق الأصدقاء المشتركين زي دول الخليج والصين وروسيا، وأضاف إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أكد إن الوضع لم يسبب أي ضرر لمصر والسودان لحد دلوقتي. وبحسب نور الدين، التأكيد ده جاء نتيجة الضغوط الدولية، ودل إن أثيوبيا استفادت من الفيضان بشكل كبير. الخبير المصري قال إن لو استمر ملء السد العالي لحد ما يوصل 64 مليار متر مكعب من المياه السنة دي، الفيضانات المرتفعة مش هتؤثر على مصر. والشيء الإيجابي هو إن كميات المياه الكبيرة ونصيب السودان هيزود من الأمن المائي المصري. الدكتور نادر نور الدين قال إنه من المهم أن يستمر الفيضان العالي خلال الملء السادس كمان، وبعد كده يمكن توليد الكهرباء من المياه المتراكمة في البحيرة واللي هتنتقل لمصر والسودان. الخبير المصري أكد إن مصر كانت بتجري مفاوضات بشأن ملء السد وتشغيله، لأن تشغيل التوربينات في أثيوبيا بيتطلب مستوى عالمي، لأن المخرج الوحيد للمياه هو التوربينات، وده لضمان تدفق المياه لمصر والسودان. لكن أثيوبيا رفضت تقديم أي ضمانات بخصوص تشغيل التوربينات، عشان كده مصر عايزة أثيوبيا تلتزم بتفعيل اتفاقية تنظيم الأمور دي، إلا إنها رفضت، وده أدى لتعطيل المفاوضات. الدكتور نادر نور الدين قال إن المخاوف المصرية هتفضل قائمة بعد انتهاء مرحلة الملء، والدول المجاورة لأثيوبيا زي السودان وجنوب السودان بتعتمد على عرض الكهرباء للبيع. فمثلا السودان بتطمع في الحصول على 100 ميجا وات من أصل 6000 ميجا وات اللي هتولدها أثيوبيا. في الوقت نفسه كانت السودان بتراهن على شراء مصر للكهرباء لضمان تأمين المياه، لكن مصر اقتصرت على توفير احتياجاتها من الكهرباء ذاتيا. الخبير المصري اكد طلب مصر لضمانات بشان تنشيط التوربينات وفقا للمعايير العالميه، لكنهم رفضوا واشاروا الى ان تشغيل التوربينات مقتصر على شراء الكهرباء بس، وقالوا ان اذا كانت مصر عاوزه تضمن وصول المياه لازم تشتري كهرباء، لكن مصر ما قبلتش العرض ده، عشان كده مصر اوقفت المفاوضات.